مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام سكبت دمعا جرى من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض سحام الحس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. أوراد يوم السبت الموافق 2 ذي الحجة 1445 8/6/2024. يا جليل ولا إله إلا الله وأبو حامد الغزالي القادر المقتدر صاحب كتاب إحياء علوم الدين من لم يقل إحياء فليس بحي. القادر المقتدر القادر المقتدر القادر المقتدر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا جليل يا جليل يا جليل.